أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 21. سارة وولادتها بإسحاق عليه السلام. وبعد ما خرج النبي إبراهيم عليه السلام من عند الملك أبي مالك في مدينة جرار، رحل إلى منطقة بئر السبع جنوب ساحل فلسطين، وأنعم الله الحي الدائم على سارة، فحبلت وولدت ولد لإبراهيم عليه السلام في الوقت المحدد، وهو كان عمره 100 سنة. وهذا كما وعده الله القدير قبل سنة لما جاءوا يزورونه الملائكة 3، فسمى النبي إبراهيم ولده إسحاق، ومعناه ضحك من الفرح. فختنوا النبي إبراهيم في اليوم 8 بحسب عهد الوفاء والإخلاص اللي عملوا بينه وبين الله القدير وعلامته الختان. فقالت سارة: الله المولى خلاني أضحك من الفرح، وكل من يسمع ذا الخبر فيضحك معي من الفرح. من كان يقدر يقول لإبراهيم إن سارة بتحبل وبترضع، ولكن ولدت له ولد وهو كبير في السن بقدرة الله القدير. خروج هاجر وابنها. وكبر الولد وفطمته أمه، وعمل إبراهيم في يوم فطامه عزومة كبيرة، فشافت سارة أن إسماعيل ولد هاجر المصرية يضحك على ولدها إسحاق، فراحت لعند النبي إبراهيم وقالت له: يا إبراهيم، سكن هاجر هي وولدها بعيد مني، لأن ابنها ما بيورث مع ولدي إسحاق. فزعل إبراهيم عليه السلام كثير من ذا الكلام، فقال له الله: لا تزعل يا إبراهيم علشان ولدك إسماعيل وأمه، اعمل كما تقول لك سارة، لأنه من طريق إسحاق بيكون نسلك، وإسماعيل ولد هاجر المصرية أيضا بعمل منه أمه لأنه ولدك، فلا تخاف عليهم. وفي الصباح بدري شل إبراهيم عليه السلام خبز وقربة ماء وعلقهن على كتف هاجر، وخرجها من عنده هي وولدها، فراحت وتاهت في الصحراء في اتجاه الجنوب. وعندما خلص الماء من القربة قامت وخلت ولدها تحت شجرة يابسة، وراحت من عنده حوالي 100 متر وجلست مقابلته، وقالت في نفسها: ما بقدر نشوف ولدي وهو يموت، وجلست تبكي بحرقة كثير كثير. فسمع الله القدير صوت ولدها إسماعيل، فطرب ملاك من السماء وقال لها: ليه تبكين يا هاجر؟ لا تخافين، لأن الله العظيم سمع صوت ولدك هناك، قومي وشلي ولدك، لأن الله السميع البصير بيعمل منه أمة كبيرة. بعدين فتح الله البصير عيونها فشافت بئر ماء، فراحت وملأت القربة وسقت ولدها، وكان الله مع إسماعيل وهو يكبر، وسكن في الصحراء وتعلم رمي السهام، وزوجته أمه حرمة مصرية. معاهدة النبي إبراهيم وأبي مالك. وبعد ما راحت هاجر وولدها إسماعيل إلى الصحراء، جاء أبي مالك ملك مدينة جرار وفي كول قائد جيشه إلى عند النبي إبراهيم، وقالوا له: يا إبراهيم، أنا نعرف أن الله العظيم معك في كل ما تعمله، ولكن احلف لي بالله العظيم هنا ذي الحين إنك ما بتغدر بي ولا بأولادي وذريتي، احلف إنك بتعاملنا بأمان وسلام، وأيضا مع أرضي اللي أنت جالس فيها كما يوم عاملتك أنا بالطيبة. فقال إبراهيم عليه السلام: طيب يا أبي مالك، نحلف لك بالله العظيم إننا بعاملك بأمان وسلام وكل شيء لك، ولكن أولا لازم نتفاهم أنا وياك، لأن رعيانك شلوا علي بئر ماء أنا حفرتها. فقال أبي مالك: يا إبراهيم، حقيقي أنا ما نعرف من شل بئرك، أنت ما قلت لي وأنا ما سمعت إلا ذي الحين منك. فأعطى النبي إبراهيم أبي مالك غنم وبقر
وعملوا معاهدة سلام وأمان بينهم. وبعدين جاب النبي إبراهيم 7 غنم ثانيات فقال له أبي مالك ليه جبت هذيل الغنم 7 يا إبراهيم؟ فقال له يا أبي مالك اقبل مني ذيل الغنم 7 كشهادة مني على إننا أنا حضرت بالبئر. فوافق أبي مالك. لهذا السبب سمي ذا المكان بئر 7 لأنهم حلفوا أذنينتهم هناك وأعطى النبي إبراهيم أبي مالك 7 غنم. وبعدما عملوا المعاهدة في بئر 7 رجع أبي مالك وفي كول قائد جيشه إلى مدينة جرار، وغرس إبراهيم شجرة أثلة في بئر 7 وعبد الله الحي الدائم الأزلي هناك. وسكن إبراهيم عليه السلام كما الغريب في منطقة بئر 7 جنوب ساحل فلسطين فترة طويلة.